لابلاس انفرس ها واحد على اس اس تربيع زائد 2 اس زائد 2. حد عنده افكار ممكن؟ هلا اول اشي هاي لازم اعملها ايش؟ هاي ما تتحلى ما تتحلى ايش؟ تربيع زائد 2 اس زائد 2 هاي اول شيء لازم اعملها اللي هو اكمال مربع بكمل المربع تمام؟ بيطلع لي هذا التيرم جواته اشي تربيع يعني قصه كثير جربوا حلو جربوا هي ممكن تطلع برشا الفراكشن يعني صراحه ما مستحيل هكل الامثله اللي بتطلع ننتقل على الموضوع اللي هو شيء اسمه يونت ستيب برضو هذا انا كل موضوع بشرح كل بدايه موضوع بشرح اذا فهمتوه بتثبت اموركم مش صح فهمتوا الفيرست شيفتنج ثيوريم بعده كان سهل ولا لا؟ كان كثير سهل بس بده شوية تركيز عشان هيك بحكي لكم بالفاينل يعني حاولوا انه تكون في قمه التركيز لانه اذا وصلت مثلا لهون وصلت مثلا لهون فقدت التركيز ثانيه ممكن ما اعرف اكمل ممكن اني ارجع ارتب افكاري فلا حاولوا تكونوا في قمة التركيز. طيب هلا يونت ستيب فانكشن يونت ستيب فانكشن من اسمه ايش هو ايش جديد بس راح استخدمه في اللابلاس هلا يونت ستيب فانكشن من اسمه ايش يعني ستيب فانكشن؟ درجات زي ايه؟ زي اكبر عدد صحيح صح ولا لا؟ تذكر اكبر عدد صحيح؟ بالضبط بكون انه درجات هو نفس الحكي كيف راح يكون اسمه؟ راح يكون اسمه هو يو اوف اي تي او بكون اسمه U of T ناقص A. الديفينيشن إلو إيش هو؟ مش من عندها الديفينيشن، الديفينيشن العلماء حطوا U of T ناقص A، إيش بده يكون؟ لما تكون T أقل من A بتكون قيمته زيرو. يعني هلا بجيكم مثال، لما تكون T أكبر من A شو راح يكون؟ واحد. برضه هذا الديفينيشن كثير مهم إنكم تحفظوه. يونت ستيب فانكشن U of T ناقص A، لما تكون T أقل من A شو راح يكون قيمته؟ زيرو، وبعدها شو راح يكون؟ هو 1. يعني لو انا مثلا يو اوف تي ناقص 2 كيف راح يكون شكله؟ هاي 2 طول ما انا قبل الاثنين هذا التي اكسس وهذا اليو اكسس طول ما انا اثنين طول ما انا قبل الاثنين شو راح تكون قيمه الفانكشن؟ زيرو شو راح يكون؟ بهذا الشيء زي وطول ما هي الاثنين اكبر من طول ما هي طول ما انا تي اكبر من زيرو شو راح تكون قيمته؟ واحد. عم اوصل انفينيتي، يعني من الماينس من الماينس انفينيتي للاثنين شو تكون قيمته؟ زيرو. ومن الاثنين للانفينيتي واحد. ممكن تعيد المسائل؟ ايش هي؟ ما فهمتهاش. في عندي ليش اسمه يونت ستيب فانكشن؟ ايش التعريف له؟ ايش الديفينيشن له؟ انه لما تكون تي اقل من اي اللي هو هذا الرقم بتكون قيمه الفانكشن زيرو. تمام؟ ولما تكون تي اكبر من هذا الرقم شو تكون قيمته؟ واحد. زي اكبر عدد صحيح، كيف نبدا اكبر عدد صحيح؟ نفس الشيء. هذا اللي هو يو اوف تي ماينس اي لو انا بدي اللابلاس ترانسفورم ليو اوف تي ناقص اي هذا الفانكشن بدي اوجد اللابلاس ترانسفورم كيف بده يكون؟ راح تكون قيمته اي هو ماينس اي اس على اس حفظ تمام؟ كيف جبناها؟ قال لكم انه شو ذات انه اللابلاس ترانسفورم هذا الشيء بيساوي هذا المطلق كيف بدنا نجيبه؟ بنعوضه في الديفينيشن بتعوضه في الديفينيشن الاصلي تمام؟ بس معلش السؤال هلا اللي كان هناك هو الفانكشن يو هلا احنا بلشنا ناخذ في لابلاس يو صح؟ اه بس عشان يو فانكشن هذا ممكن نسميه اي شيء زد دبليو ام اي شيء بدك اياه بس هو كانه متعارف عليه هو يو اف تي ماينس 2 تمام؟ طيب هلا هاي مفهومه اكيد؟ طيب نيجي على شيء اسمه السكند شيفتنج ثيوريم اللي هي لها دخل بال يونت ستيب فانكشن سكند شيفتنج ثيوريم شو بتحكي لي هاي السكند شيفتنج ثيوريم؟ بتحكي لي انه لو انا عندي على سبيل المثال عندي فانكشن اسمه اف اوف تي فانكشن ما بعرف تي تربيع اي قوه تي ما بعرف شو اللابلاس الو شو راح يكون بيساوي؟ اف اوف اس تمام؟ طيب لو انا بدي اللابلاس ترانسفورميشن الفيرست شيفتنج ثيوريم كانت علاقه بين شو شو؟ كانت علاقه بين اف اوف تي مع حقيقي صح ولا لا؟ السكند اذا يعني
سكند راح تكون علاقه بين اف اوف تي واليونت ستيب فانكشن. فاللابلاس ترانسفورم لا يو اوف تي ماينس اي بي مش اف اوف تي اف اوف تي ماينس اي شو بدها تساوي؟ راح تساوي اللي هي اي هو ماينس اي اس في اف اوف اس. بالمثال راح تفهم هذا الشيء انتو يعني هلا حكيتكم عنه سيبكم من شوي هلا بعطيكم مثال تفهموه. طيب لو انا بدي مثلا فايند اللابلاس ترانسفورم لا يو اوف تي ناقص واحد في كوساين تي ناقص واحد ايش اول ايش بدي اعمل؟ مش انا عندي هذا اف اوف تي ماينس اي بدي احوله لاف اوف تي. كيف بدي احوله لاف اوف تي؟ بشيل الواحد بصير كوساين تي تمام؟ لانه الديفينشن شو بحكي لي؟ انه اللابلاس لاف اوف تي. عن هذا الشيفتنج لما ما بيهمني لما اوجد اللابلاس لا اف اوف تي ماينس اي. فشو بعمل؟ بمسك هاي مش هاي عباره عن اف اوف تي ماينس 1 فبشيل ال1 بحكي انه لابلاس ترانسفورم لكوساين تي شو بده يساوي؟ اس على اس تربيع زائد 1 تمام؟ اوكي طيب معناته اللابلاس ترانسفورميشن لا يو اوف تي ماينس 1 الكوساين تي ماينس 1 ايش بده يساوي؟ اي قوة ايش هي اي؟ 1 مش ماينس 1 اي قوة ماينس اس في اف اوف اس. اف اوف اس ايش هي؟ هي اللابلاس لاف اوف تي. وين اف اوف تي؟ كوساين تي لحالها ما حضر ياخذ لي اللابلاس لكل هاي لا لانه الديفينيشن شو بحكي لي؟ تاخذ اللابلاس لاف اوف تي بدون الشفت مفهومه؟ هلا بابا فا اي قوة ماينس اس في اللي هي ايش؟ ايش هي اف اوف اس؟ هي اس على اس تربيع زائد واحد. هلا ايش هو؟ مش لا كان هون يو اف تي ماينس 2 وكوساين تي ماينس 1 لا لانه هذا مش شيء ممكن يتفكك يعني لما تعملي تمثل يو اف تي ماينس 2 خليها ماينس 1 ماينس 1 طيب وبعدين مش شيء ممكن يتفكر انت كيف؟ مثلا ناخذ كمان مثال عشان توضح اكثر. طيب لو حكيت لكم مثلا انه لابلاس ترانسفورم لا يو اوف تي ماينس 4 في ايش هاي يو اوف ماينس اس واحد اللي هي هاي هلا بنطرح مثال يو اوف تي ماينس 4 في تي ماينس 4 ايكوال سكوير زي هاي مش هي نفسها هاي كلياتها مش هي نفسها f of t minus 4 صح؟ طب ايش هي f of t لحالها؟ f of t ايش هي؟ t تربيع. طب لو انا مثلا عندي t تربيع كيف لو هاي هي f of t يساوي t تربيع طب f of t minus 4 ايش بدي اعمل؟ بدي امسك كل t شو احط مكانها؟ t minus 4 الكل سكوير. فاذا f of t من هاي ايش هي؟ اللي هي نفس هاي بس بدون الاربعه. شو بتصير؟ تي تربيع. فشو لازم اوجد اول شيء؟ بوجد اللابلاس ترانسفورم لا ايش؟ تي تربيع. تي تربيع. ايش اللابلاس ترانسفورم له؟ 2 فاكتوريال على اس تكعيب. تمام؟ طيب معناته اللابلاس ترانسفورم لكل هذا الشيء شو بده يساوي؟ 2 فاكتوريال على اس تكعيب، طبعا خليها زي ما هي، مضروبه في شو؟ اي قوة ماينس ايش؟ اي اللي هي اي ايش هي؟ اي 4. فاي قوة؟ 4. مفهوم؟ مش ناقص أربعة. إيش هي؟ القانون بقول لك ناقص هاي. القانون بقول لك ناقص. لا هاي اللابلاس ترانسفورم لا يوقف تي لحالها. لهذا هذا اليونت ستيب فانكشن لحاله. إيش اللابلاس له؟ طب لما يكون معه فانكشن ثاني لا تتغير القاعدة بتصير اللي هي هذا. فهمت كيف؟ يعني هي القواعد نحفظها. أذنبك بس كمان مرة كيف طلعنا الفنتي هاي أيوة. أوكي هلا زي ما حكيت لك أنا في عندي هذا الفانكشن بدي أوجد اللابلاس ترانسفورم له تمام كيف بدي هلا مش هاي عبارة عن f of t minus 4
اف اوف دي منها ايش هي؟ بس بشيل فور. شو بتكون؟ اف اوف تي تربيع. تي تربيع. بوجد اللابلاس الها. اللي هي شو بده يكون؟ 2 فاكتوريال على اس تكعيب. وبضربها في شو؟ ايكو ماينس فور اكس. طيب تمام. مش فاهم هلا هاي اوكي ليش اخذت ايش بدك ما هي مش انا البيكشن بقول لك اف اوف تي ماينس اي يو اوف تي ماينس اي يعني اليو لحال والاف لحال الاف اوف تي هي الفانكشن اللي مش يعني اللي مع يو اللي مع يو يو اوف تي ماينس هي قصدها مش احنا فككنا المعادله كعباره تربيعيه انه تي تربيع لا بس فككها هي بتفك لا ما بتفككها ما تفكيها يعني انت فاهم ايش ولا بالضبط تعتبر اربع مجموعات تاخذ اللابلاس له اللي هو هي هاي تمام بعدين بضربها في شو اي هو ماينس اف اس تمام هلا طيب هلا لو جيت حكيت لكم مثلا انه اللابلاس انفرس لا اي قوه ماينس اف اس في اف اوف اس ايش بده يساوي اللي هي صح ولا لا يو اوف تي ماينس 4 ماينس اي اف اوف تي ماينس تمام لو انا عندي سؤال زي هيك اوجد اللابلاس اف اوف تي اف اوف تي ايش هو كان اف اوف تي كان اللي هو عباره عن هذا ايش لا هذا مش انتستيب يعني انتستيب لما تكون تي اقل من 4 ايش بتكون قيمته زيرو في مهم هو عكس اياه حط لي انه الواحد اللي بتكون قيمته 1 قبل الأربعة وبتكون قيمته 0 بعد الأربعة شو لازم اعمل هون بضربه هاي شوي بتغلب لا مش بضرب شيء هلا لو انا في عندي مثلا اللي هو هاي الأربعة قبلها ايش قبلها 1 وبعدها ايش 0 هلا بالتعريف الاصلي اللي عندي اياه قبل الأربعة ايش بيكون 0 بعد الأربعة شو بده يكون اللي هو 1 تمام فالفكرة إني أنا الواحد لازم يصير زيرو والزيرو لازم يصير واحد تمام فمش هاي عبارة عن زيرو يعني أنا عندي هاي يو اف تي ماينس اي أو يو اف تي ماينس فور لما تكون قيمته أقل من أربعة شو تكون قيمته زيرو كيف بدي أحوله لواحد بجمع أوكي بجمع تمام أوكي واحد زائد يو اف تي ماينس فور لما تكون تي أقل من أربعة إيش تكون قيمته زيرو بالتعريف الاصلي زيرو واحد زائد زيرو واحد اذا هاي زبطت طيب لما تكون تي اكبر من فور ايش بتكون قيمته واحد زائد واحد اثنين ما بزبط لازم تقول لازم يطلع معي صفر فشو بعمل بدل ما بجمع اوكي هلا انا بدي هذا بدي اطلع الاف اوف تي او بدي اطلع الفانكشن اللي بيمثل هذا التي سوايس فانكشن تمام هلا التعريف الاصلي يو اوف تي ماينس فور لما تكون تي اكبر من اربعه بتكون زيرو لما تكون تي اكبر من اربعه بتكون بيساوي واحد تمام بس لازم انا بدي احط فانكشن بحيث انه يطلع لي قبل تي بيساوي 4 الله يعافيك قبل تي بيساوي 4 يطلع لي 1 وبعد تي في 4 يطلع لي 0 اللي هو عكس هاي تمام طيب لما تكون تي اقل من 4 ايش بتكون قيمته 0 صح كيف بدي اخليه 1 بجمع 1 فافرض ان احنا جمعنا 1 طيب لما تكون تي اكبر من 4 ايش بتكون قيمته هذا الفانكشن 1 لما تكون تي اكبر من 4 بيكون قيمته اللي هو 1 واحد زائد واحد اثنين لا بدهم صفر شو لازم اعمل بطل انت كيف فاذا هاي لها خيارين لما تكون تي اكبر من اربعه اقل من اربعه بتكون زيرو لما تكون تي اكبر من اربعه بتكون واحد جربوا عوضوا تي اقل من اربعه صفر واحد ناقص صفر واحد تي اكبر من اربعه بعطيني هذا الفانكشن بعطيني قيمته واحد واحد ناقص واحد صفر تمام فانا شو بدي شو بدي بدي اوجد انا اللي هو اللابلاس ترانسفور لهذا الشيء هو واحد ناقص يو اوف تي ماينس 4 هلا هذا مش هو كله نفسه اف اوف تي صح ولا لا هذا كله هو نفسه اف اوف تي بس كيف تكون قيمته الا بلس لواحد واحد على اس واليو اوف تي ماينس 4 ايش اللي ترانسفور بالها اللي هو اي هو ماينس 4 اس على اس تمام ايش في هاي
مش مقام هاي، هاي كلها تمثل اف اوف تي. لا في لحظه هون اف اوف تي مفهومه، ناخذ مثال عليها عشان تفهموها اكثر.